عاصمة نحمد طفلة كردية أيزيدية ابنة 13 ربيعا والملقبة بحسناء داعش، قضت أسيرة لدى التنظيم الإرهابي لثلاث سنوات قبل أن تحررها قوات سوريا الديمقراطية. تتحدث عاصمة لبوابة العين الإخبارية عن قريتها واختطافها. ما بعد ذاك أخو عن الكل كسنا بس القصب، قال كيف زحمت بو يكنا بو نكسب. اغتصاب وسجن وجلد وجوع تعرضت له عاصمة، وبيعت 5 مرات وبأسعار مختلفة وصلت إلى 1500 دولار. حاولت الهرب مرارا لكنها لم تستطع. ما نكعلم بعض ثاني أنا يكي مستخدمة كذا حين بريدي ما يحني هبالي معهم بعض تذكرت ننوع نظام. قتل داعش والدها واحتل قريتها في سنجار بالعراق واقتيدت إلى الرقة، ثم تمكنت من الهرب بعد رحلة عذاب طويلة. لما تقلقان شون إشرام يباني أفاقام من السحرة يعني ساقش بامبان ما تشاكي هبالي ما مدتي هبالي ما بسل معهم وهابون أم ترسان ما تشاكي دنوبون بان وجبك هنا على خوف مش راح بالي ميجي كمين هنا على خوف بس ندي حبالي ميجي شوي عذاب خلاص بان او يزيد من بكر عين كن احلى خوف. تتمنى عاصمة لقاء كل المختطفات الأيزيديات وغيرهن لدى داعش.